بعد ما بيتم ده جوه بيتسجل الكلام ده على كارت، الكارت ده هو الكارت الرسمي اللي هيبقى ممضي ومختوم من ختم الوحده، مش ختم نسر ولا حاجه، مجرد الختم بتاع الوحده. وهو ده الكارت اللي بيتم تسليمه للمواطن اللي فيه البيانات بتاعته. تمام. اللي ما حدش بيقدر يطلع على بياناته غير المواطن نفسه. المواطن نفسه. وهو خارج بيدي الكارت ده لمدخل البيانات عشان يدخل البيانات اللي فيه على الكمبيوتر سيستم، وبعد كده بياخد الكارت تاني. اول ما البيانات بتدخل على الكمبيوتر سيستم، لو لا قدر الله كان مصاب بفيروس سي، اوتوماتيك السيستم في الباك جراوند بيروح مكلم سيستمز اخرى بتاعت العلاج، فبيحجز للمواطن ميعاد التقييم والعلاج بتاعه اوتوماتيك. حلو قوي. بيظهر على الشاشه، الكلام ده بيحصل في ثواني، بيظهر على الشاشه. طبعا يعني مفيش بقى طب والنبي احجز لي يا دكتور او يا كابتن، يعني الحاجات بالزبط اللي كانت بتحصل. طبعا مفيش روح وكلمنا كمان اسبوع يمكن يفضل يعني المريض حيران هيعمل ايه في حاله، هيتعالج على حسابه ولا ايه اللي هيحصل؟ بالظبط. فبالتالي وهو واقف في الوحده وخلال ثواني بيطلع على الشاشه تم الحجز المواطن فلان الفلاني في المكان الفلاني اليوم الفلاني الساعه كذا، فبالتالي المواطن عارف ايه الخطوه اللي جايه. اللي جايه. حلو. ده بالنسبه لفيروس سي. نفس الفكره للضغط او السكر، انه اوتوماتيك سيستم لو شايف ان الرياد بتاعه مؤشر عالي اعلى من المؤشرات الطبيعيه اللي احنا حاطينها في السيستم، اوتوماتيك بيروح عارض مجموعه من المستشفيات او مراكز العلاج اللي في نفس المنطقه الجغرافيه بتاعه المواطن في الوحده اللي هو بيمسح فيها. المستشفيات دي كلها ريدي انها تستقبله، يعمل الكشف مجانا، يعمل التحاليل مجانا، حتى كمان يصرف دواء الضغط والسكر مجانا. هو بيصرف دواء الضغط والسكر لمده شهر، ولسه معالي الوزيره قررت انه كمان يصرف لمده 6 اشهر الى ان يتم استخراج قرار علاج على نفقه الدوله. فبالتالي كل ده على السيستم اوتوميتد في ثواني، المواطن ما بيحسش بحاجه. ويعني مش عارفه اقول ايه، بس يعني فعلا خطوه هايله موضوع ان هو يبقى سيستم وفي لحظه زي ما حضرتك بتقول. فده يعني حاجه، يعني احنا بنتكلم في 12000 موظف اي تي، اكبر عمل فعلا على مر تاريخ وزاره الصحه اعتقد. صحيح. صحيح. ومن اكبر المشروعات في مصر الحمد طبعا لله.